السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية جميلة عن السيدة الزهراء سلام الله عليها، قال: تحشر ابنتي فاطمة وعليها حلة الكرامة وقد عجنت بماء الحيوان، يعني ماء الحياة، فينظر إليها الخلائق فيتعجبون منها، ثم تكسى أيضا من حلل الجنة 1000 حلة، مكتوب على كل حلة بخط أخضر: أدخلوا بنت محمد الجنة على أحسن صورة وأحسن كرامة وأحسن منظر، فتزف إلى الجنة كما تزف العروس، فيوكل بها 70,000 جارية. هذه الرواية هي طبعا نحن اليوم هو ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها بالرواية الأولى اللي هي 40 يوم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ونستسقي من غمام هذه المناسبة. كان علي عليه السلام يحترم السيدة فاطمة الزهراء احتراما لائقا بها، لأنها لا لأنها زوجته فقط، بل لأنها أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولأنها سيدة نساء العالمين ونورها من نور رسول الله صلى الله عليه وآله، ولديها مجموعة من الفضائل والقيم. أمير المؤمنين كان يحبها حبا جما، حتى أنه عليه السلام رق لحالها وامتدح صنعها وقال لرجل من بني سعد: ألا أحدثك عني وعن فاطمة أنها كانت عندي وكانت من أحب أهله أهل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنها استقت بالقرب حتى أثر في صدرها، واستغلت بالرحى حتى مجلت يداها، وكانت تضرم النار حتى سودت يداها من هذا. فسألتني فاطمة سلام الله عليها أن أأتي لها بخادم، فقلت لها: تعالي نذهب أنا وإياك إلى أبيك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فنطلب منه أن يأتينا بخادمة. فيقول الأمير سلام الله عليه: لما دخلت السيدة الزهراء على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وجدت عنده حداثا، يعني ناس يسألون، فاستحت وانصرفت سلام الله عليها. هذا الحياء الموجود في السيدة الزهراء سلام الله عليها، وهذا حسن التبعل الموجود في السيدة الزهراء سلام الله عليها، نحتاجه اليوم في حياتنا مع نسائنا. الحياء قل، وأصبحت الامرأة تخرج وهي متبرجة، المكياج والحمرة وما شابه من مثل هذه الأمور، حتى الزائرات إلى المقامات الشريفة هن بمثل هذا الأمر. والأصعب من ذلك أن الزوج معها أو الأخ معها، كيف هذا؟ فسلام الله عليها تقول ما، يعني يسألها الرسول صلى الله عليه وآله فتقول، يقول لها: ما أفضل شيء للمرأة؟ قال: ألا ترى الرجل ولا يراها. لكن في زماننا هذا أصبح الاختلاط أمرا واضحا، لكن الاختلاط يجب أن يكون مع الحياء والحفاظ على كيان ومنزلة المرأة. فمن هذه المناسبة، وأيضا المرأة يجب أن تحسن تبعلها مع زوجها وفي بيتها، تهتم بكل شيء، فعلى النساء أن يرجعن إلى فاطمة سلام الله عليها وينهجن نهجها ومسيرتها، لأن فيها الأسوة الحسنة كما لأبيها. فعليكن أيتها النساء بهذه السيرة الحسنة، واتركن سيرة الشيطان وأتباع الشيطان، ولا تكن حطب جهنم، لأن جهنم تطلب الحطب وهي وقودها الناس والحجارة. أعظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة السيدة الزهراء سلام الله عليها، وأتقدم إياكم إلى مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بأحر العزاء لهذه المناسبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com، المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.